كان بهرب أشياء كثيرة في حياتنا، اكتشافات اللي اخترعناها ونبهرنا بها وعجباتنا بزاف، ولكن استعمالنا لها نهار على نهار كيقدر يؤدي بأنها كتولي واحد العادة، وهاد العادة ماشي بالضرورة تكون إيجابية، تقدر تكون حتى سلبية كما وقع لنا مع مواقع التواصل الاجتماعي. فسوء استعمالنا لها أو أغلبيتنا اللي كيستعملوها واحد الشكل اللي هو خاطئ كيقدر يؤدي بهم لواحد الدوامة سلبية، لعوض ما كتقرب هاد الاختراعات وهاد الاكتشافات وهاد مواقع التواصل الاجتماعي المسافات ولات كتبعدها، ولات كتضر بينا وكتلفنا على ذواتنا وعلى ناسنا وعلى عائلاتنا وعلى حياتنا وعلى عملنا بصفة عامة، على حياتنا كاملة. للأسف الشديد هاد الاستعمال الخاطئ كيقدر يخلي الإنسان هربان من حياته الواقعية، هربان من عائلته، لدرجة أن الناس مني كتلقاهم في وسط دار وحدة ولكن كل واحد خالق عالم ديالو بوحده، لدرجة أننا كتلقانا مشينا شي عرضة ولا مشينا عند شي حد من العائلة أول سؤال ولا أغلبيتنا كيسولوه واش عندك الويفي، واش عندك الانترنت، عافاك إلا ما عطيني المود باس. ولينا حتى اللي ما لقاش هذاك المود باس ولا ما لقاش الانترنت كتلقاه ولا تالف ما عارفش شنو كيدير، كيقلب على حل من الحلول اللي يقدر يربط الجهاز ديالو بالانترنت، ومني كيلقاه كيدخل في واحد العالم آخر وكينسى اللي دايرين به وكيعيش حياة أخرى، درجة أننا وسط عائلتنا ما بقيناش كنعرفوا بزاف د الحوايج عليهم غير بالصدفه او عبر فيسبوك ولا واتساب ولا انترنت ولا شي موقع من المواقع اللي كيكون فيه هذوك الصور ولا هذوك التعاليق اللي كنقدروا نديروا. فكتلقى للاسف الشديد كاينه واحد الفئه اخرى حتى هي اللي ولات كتقسم حياتها مع الناس كامله، شنو كياكلوا، شنو كيشربوا، فين مسافرين، فين معروضين، شنو لابسين، شنو شراو، شنو كلاو، حتى ولات العائله والجيران ومول الحانوت وكاع الناس كيعرفوهم وكيتقاسموا معاهم حياتهم، فما بقاتش عندهم واحد الخصوصيه وواحد الحياه اللي هي زوينه، ولاو تيفكروا غير امتى يصوروا وامتى يبارطاجيو. هاد النعمه اللي هما اكتشفوها تحولات بهم لواحد العادة اللي هي سلبية وسلبية بزاف، وأخطر من ذلك تحولات الإدمان، إدمان جديد اللي دخل لحياتنا، دخل لديورنا، دخل لعائلاتنا، دخل العمل ديالنا، اكتسحنا بواحد الشكل اللي هو كبير. وهذا الشيء كله علاش؟ حيث ما رديناش البال، ما رديناش البال بأنه ولا إدمان في وسط الحياة ديالنا. فعافاكم، ردوا بالكم وقتكم فاش كتضيعوه، حياتكم فاش كتمشي، ساعاتكم فين كتكون وفين كتقضيوها، واش كتستافدوا من داكشي اللي كديروه، شنو هو الهدف ديالكم اللي كتدخلوا به لهاد الانترنت، شنو هو الهدف ديالكم اللي كيخليكم في اي موقع من المواقع. خلينا كل ما ندخل لشي بلاصه نعرف علاش داخل ليها واشنو بغيت ندير، واش غير نكتشف، واش نستافد، واش نعرف شنو اللي واقع، واش حتى انا بارطاجي شي حاجه مفيده. ف هاد الشيء كيأثر علينا بزاف، هاد الشيء علاش خصنا نوعاو به ونشوفوا اش من درجة وصلنا فيها ديال الإدمان في هاد الانترنت أو لا على هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي. من بعد كيخلينا نحيدوا الأجهزة جانبا من نكونوا مع عائلاتنا، مع وليداتنا، مع أصدقائنا، نديروا لهم واحد الوقت خاص اللي هو على أرض الواقع ونحاولوا نهار على نهار، حيت صعيب نطبقوا في الأول ولكن ماشي مستحيل، بالاستمرارية غادي نقدروا نتعودوا ويولي عندنا عاوتاني عادة جديدة كما ولات العادة القديمة اللي هي سلبية بالحق هذه المرة غادي تولي إيجابية. ديروا واحد الكتيب صغير ولا واحد اللائحة ولا وريقة، أيتها حاجة اللي تقدر تفكرنا كل نهار أشنو درنا وشحال من ساعة قضيناها في هاد الشيء، واش ساعة واش جوج واش ثلاثة واش ربعة، ونحاولوا ما أمكن أننا تفرقوا شوية على الربط بالأنترنت في الأوقات اللي خصنا نديروا فيها مسؤوليات أخرى واللي خصنا نعطيو حقوق أخرى لعائلاتنا ولدواتنا وللناس كاملين، وهذا الشيء أكيد غينعكس علينا وينعكس على مجتمعنا. فبركة من الضرر لنفسنا ولغيرنا.